مداهمة محل للتدليك بأجادير يفضح أعمال مشبوهة. أفادت مصادر إعلامية محلية بأن مصالح الأمن بمدينة أجادير قامت بمداهمة مركز للتدليك بوسط المدينة أمس السبت فاتح يناير 2022 يشتبه في قيامه بأنشطة غير أخلاقية. وحسب ذات المصادر فقد أسفرت المداهمة عن اعتقال 6 أشخاص من ضمنهم نساء ورجال تم ضبطهم في حالة تلبس بعد ورود معلومات عن تحول نشاط محلي من التدليك إلى ممارسة الدعارة. وتمت إحالة الموقوفين على أنظار الشرطة القضائية بأجادير لاستكمال إجراءات البحث والتحقيق القانوني المعمول به. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.